مساء الخير، أنا غيدة مرزوق، واليوم أنا سعيدة إنه رح أنتقل إلى بيروت ولحتى نحكي مع صديق عزيز جدا على قلبي واللي هو الدكتور فؤاد زمخل، وهو رئيس تجمع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيات واللبنانيين بالعالم، وأيضا تم انتخابه مؤخرا كعميد لكلية إدارة الأعمال بجامعة القديس يوسف. دكتور فؤاد مساء الخير. أهلا وسهلا فيك يا ست غيدة، وأنا مشتاقين ليك ومشتاقين على طلتك بلبنان وعلى صوتك الحر اللي كان دائما نسمعه ونلحقه بلبنان، لكن انت وين ما كنت بتضلك لبنانيه بالقلب وعم ترفعي علم لبنان، وبتشكرك لهالشيء. تسلم حبيبي، تسلم. ونحن مشتاقين كثير لكم، كثير للمحبين، مشتاقين كثير للبنان، وبدنا نشوفه يا رب بظروف افضل. يعني اليوم عن جد من قلبي واحد بيقول هلا اسم الله في القمر وراك هيك مكتمل، وفيني اقول انا في قدامي اليوم قمرين، لانه في قمر بالسماء وفي قمر بيحكي بلسان حر ايضا بلبنان، بفشلنا خلقنا، لانه بيحكي على جميع الاصعده الاقتصاديه اللي هي اكبر مشكله عم بيمر فيها لبنان من كذا سنه لغايه اليوم، وما في الا بتكبر وبتكبر وبتكبر للاسف. انا بس على السريع يعني بدي ارجع قبل ما نفوت بالمشاكل اللي عم نعيشها بعدنا حاليا، نرجع بس شوي هيك للمشاهدين اللي ما حضروا فؤاد قبل معي واللي ما بيتابعوا كثير يمكن ما بيعرفوا، نرجع شوي نعرفهم على فؤاد زمخل، خاصه وانه انت اسم الله ناشط جدا وحر الكلام، وايضا موجود دائما على كل وسائل الاعلام ان كانت المرئيه والمسموعه والمكتوبه دائما. شكرا. أنا شوي بس هيك بدنا نرجع نعمل لهم مثل هيك ريكاب، إذا فينا نقول يعني نعطيهم هيك بصورة سريعة. يعني بالنسبة لتجمع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيات واللبنانيين بالخارج، قبل ما نفوت أيضا هلأ بالانتخاب اللي صار مؤخرا باليو اس جي كمان. بصراحة مثل ما حضرتك عرفتي بتشكري، كتير صعب أحكي عن حالي وأنت بتعرفي يعني هذا فخ عملتي لي، لكن رح أقوله. تم انتخابي من تقريبا سنة 2011 رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في لبنان، وبعد 6 سنوات بترأس هالتجمع اللي هو تمثيل كبير للقطاع الخاص اللبناني وحماية المهن الحرة والشركات القطاع الخاص بلبنان، تم انتخابي رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم. وزرنا كندا عدة مرات تقريبا بين مرتين وثلاثة بالسنة، لأنه موجود كعضو مجلس إدارة الـ IUF اللي هو أجانس يونيفرسير فرانكوفون اللي بتضم كل الجامعات الفرانكوفونية اللي موجودة بفرنسا وبمونريال. وأكيد يعني أنا ناشط بالأعمال، يعني أنا صناعي وتاجر وبشغل بعدة مجلس إدارة مصرفية وغيرها. والتعليم كان كل قسم كبير بحياتي، كنت يعني مثل ما بقول واحد بيرد للمجتمع اللي المجتمع عطيه، كان دائما رسالة بدي أعطيها للتلاميذ. وفوجئت شخصيا بانتخابي كعميد كلية إدارة أعمال من تقريبا شهر، وأخذت أنا إذا بدك هالمبادرة، مع أنه عم تاخد قسم كبير من وقتي وعم تابع عملي، لأنه هيدي برأيي هيدي رسالة لبلدي، رسالة لشبابي، وإذا عنا بعد أمل، وعنا الأمل الوحيد اللي عنا إياه ببلدنا هو عبر الشباب وعبر التعليم، لأنه أول شيء ما مفروض أبداً هالشباب وأولادنا وأخوتنا يقعوا بنفس المشاكل اللي نحن وقعنا فيهم ويعملوا نفس الأخطاء من جهة الوحدة. ونقطة تانية، المستقبل لألون بس على القليلة ما لازم يلحقوا أبداً الخطط اللي موجودة. ودي خبر قصة بركي طريفة، بركي أول اجتماع وتفت على مكتبي قالوا لي طلبوا الممثلين للأحزاب بالجامعات يتعرفوا علي، وتوسوا على مكتبي كان بعدها يعني أواخر الصيف، قلت لهم بس شباب بليز بتشيلوا تيبكم وبتفوتوا لعندي. قالوا لي كيف يعني ما نحن؟ قلت لهم بتشيلكم تيبكم وثوبكم السياسي وتفوتوا على مكتبي. هيدي جامعة. فاتوا لعندي قلت لهم أنا كتير عايزكم وبتشكركم وطلبتوا تشوفوني. قالوا لي ليش؟ قلت لهم هلي برأيه حزبه أحسن من غيره خليه يخبرنا، بس أنا برأيي بدنا نعينكم مش إدارة الأعمال، بدنا نخليهم إدارة الأحزاب، لأنه بدي كل واحد منكم يضل بحزبه لكن يشتغل ليقدر يعمل إعادة هيكلية لحزبه مهما كان حزبه. قبل ما أسألهم من غمين قلت لهم كلنا سوا اليوم عم ندفع ثمن هالأحزاب اللي ما اشتغلوا شغل حزب الحقيقي، لأنه الحزب هو اجتماعي هو اقتصادي هو إنمائي. فقلت لهم أنا بتمنى بتشكركم أنه جيتوا زرتوني، لكن سوا بدنا نشتغل مش بس بإعادة هيكلية بلدنا لكن إعادة هيكلية أحزابنا من عبركم. وبصراحة كان تجاوب كتير منيح، ولحد هدية ما بعرف مين بيمثله، صدقيني ما بعرف مين بيمثله، لكن هيدي رسالتي. فبدي أعطي وقت أكتر وأكتر للشباب، مش بس للعلم لكن رسالة أنه لازم نضلنا يكون عنا ثقة بلبنان، لازم نضلنا نعطي قد ما بنقدر بلبنان. نحن لبنان بنحبه بأيامه الحلوة لكن بنحبه كمان بأيامه الصعبة مثل اليوم. اليوم بلدنا بالعناية الفائقة، بس مش يعني راح الأمل منه، بالعكس عم بعده نبضه. إذا بعدك عم تحكي ونحن عم نحكي يعني النبض موجود والحريق موجودة، إذا عم نقول شو منفكر ونروح شو ما منفكر، بس ما لازم أبدا نفقد الأمل.
وبتعرفي انه سر النجاح هو المثابره بالانجليزي بيرسيفيرنس، والمثابره هي والمرونه هي موجوده اذا بدك بقلب كل لبناني وين ما كان بلبنان وبالعالم، وهذا اللي سمح لنا نضلنا ناجحين. وبتشكو يعني بفتخر اقول انه رجال وسيدات عمل اللبنانيين هن الابرع بالعالم، وهيدي معروفه مش احنا بنقولها، وهيدي اللي سمحت لنا نبرم حول العالم ويكون عندنا نجاحات القطاعات، يعني قطاع الصحي، قطاع الصناعي، التجاري، المالي، النقدي، السياسي. يعني اللبنانيين حتى عم ينخرطوا بالحياه السياسيه بالبلدان هاللي عم يروحوا اليها، لكن بلبنان لسوء الحظ بعد ما نجحنا نعمل اعاده هيكليه حقيقيه للبنان. وبدي اقول لك اكثر من هيك، بعد ما قدرنا نبني نهايه الحرب اللبنانيه، وهذه شغله كثير مهمه، نهايه الحرب اللبنانيه اتبرمت باتفاق معين، اول شيء ما كان بلبنان وما كان باللبنانيين الحقيقيين، وهذه الشغله لحد اليوم عم ندفع ثمنها. وانا هيك بشخص المشكله انه هاللي عملوا الحرب بلبنان من ما بعضهم والدم اللي طلع من اللبنانيين هن زيتهم اخذوهم على بلد برات لبنان وعطوهم هديتين، عطوهم شك كبير، يعني عملوهم من ناس كانوا يوقفوا على الحواجز، عملوهم ناس مليونيريه بتكه واحده، ونفس الوقت عطوهم سلطه فهاللي كانوا متفقين الى تخريب لبنان اتفقوا الى تخريب لبنان اقتصاديا واجتماعيا على ظرف 30 سنه. ونحن كمان على مسؤوليه لانه لحقنا وما حبينا نواجه، كنا بركي مشغولين باشغالنا انه طيب ماشي الحال. وهيدي خطا كثير كبير انه ما نحكينا مزبوط، احتكينا بالحياه السياسيه مثل ما لازم لنحمي بلدنا، ونحن كنا عم نجرب نبني ونصنع صناعات وشركات كبيره برمت العالم ونافست اكبر شركات دوليه، وعم بحكي الشركات الموجوده بكندا، بامريكا، امريكا اللاتينيه، بافريقيا وغيرها. وبنفس الوقت بلبنان كان القطاع العام عم يروح بنفس السرعه بس الى الوراء، وهيدي الكارثه. وهالسيستم هاللي انبنى بلبنان اليوم انهدر نهائيا. هلا حق مين وليش وكيف راح السيستم؟ اهم شيء ما نرجع نبنيه على نفس الاسس. وهيدي اليوم رسالتي لشبابنا ولكل المغتربين وخاصه اللي مثلكم بكندا، اهم شيء اذا ما نرجع نبني لبنان وراح نرجع نبني ما نبني بنفس الطريقه. صحيح. وهذا اللي عم تقوله كتير منيح فؤاد فعلا، لانه هيدا الاساس. نحن فعلا هدول الشباب اللي هلا عم بتعلمهم انت واللي هن بالجامعه وكل الجامعات ايضا بلبنان هن املنا، لانه فعلا عم نحس انه ان شاء الله هن مستقبل لبنان رح يكون افضل بين ايديهم، لانه شفناهم على الارض مباشره ب5 آب من بعد المجزره الكبيره اللي صارت بلبنان. وهيدا الشيء فعلا كان يعني مفجع لكلنا، وخاصه اللي عايشين بكيرو بلبنان بوقتها، وبنقول فعلا انه قلبنا لغايه اليوم عم يعصر. واكيد انتم كيف الحال اللي موجودين بلبنان قديش عم يشعروا بهالاسى الكبير. انا هون بدي اقول شغله كمان فؤاد كثير اساسيه، واللي هي انه فعلا لبنان عم يفقد طاقاته البشريه كلها، ودائما بنعرف قديش بيبرع اللبناني بالخارج، بس بلبنان لانه للاسف فيها المنظومه السياسيه الفاسده عم بتضل كل الوقت كابسه عليه وضغط عليه وما عم بتخليه يتنفس. ولهالسبب انتفض الشعب ب 17 تشرين الماضي، وانما لغايه اليوم بعده ما عم يقدر يرجع ينتفض، لانه خلص خنقوه، صار بالاخر ما بقى قادر لا يحكي ولا يفتح تمه، وصل للانتحار حتى. بقى هون بدنا نحكي عن الموضوع هلا الاقتصادي اللي هو فعلا اكبر وجوهر مشكله لبنان كتير، اللي هو باخر كم سنه بلش يعبي لانفجر. شو بدنا نقول هلا عن الوضع الاقتصادي حاليا، وقديش ممكن نقدر نحاربه وكيف؟ اول شيء ست غيدا ما بقدر كلمه كبيره من القلب لهالفاجعة اللي خبرتيها بأربع آب، وهيدي شغلة كتير كبيرة. نحن عم نسمع أكتر وأكتر أنه بيسموه أوقات انفجار، بيسموه حادث وغيره، مثل ما سميتيه هي أكتر من فاجعة، جريمة دولية. يعني نحن بركي البلد الوحيد اللي صنعنا قملة نووية من قلب إيدينا وفجرناها من ضمن بلدنا. يعني مهما كان شو ولع النيران وكذا، برجع بقول الأساس هو كيف نحن قدرنا عملنا قملة نووية بين إيدينا وحطيناها تحت البيوت 6 سنوات. يعني هيدي جريمة، وبدي أقول أنه بنهاية تنكتب بتاريخ وبكتب التاريخ اللي ما اتفقوا عليها حتى هول السياسيين يكتبون كتب التاريخ، عايزكروا بدم وبدموع شهدائنا وشهدائنا الحيين اللي موجودين بهالفاجعة الكارثة. وبرجع بقول لك أكيد ما عنا ثقة نعرف الحقيقة على كل حال من لبنان، وهيدي نحن عارفينها، بس هلي أكيد إنه هيدا جرم صنع في لبنان وصنع ضد اللبنانيين، وهيدي ما بنقدر أبدا ننسيها. هيدي أعجوبة إنه هالانفجار من هالطريقة أوقع إلا فقط 200 ضحية. أكيد ما قصدي أقول فقط كل ضحية بيسوى العالم، لكن هيك فاجعة كان فيها توصل إلى 10,000 20,000 ضحية. بصراحة هيك فاجعة دمرت لبنان اللي عمرناه 30 سنة، وبعدين ربع مليون لبنان تشردوا يعني بصراحة عم نحكي ب 6,000 جريح، 300,000 مشردين. يعني هيدي
كارثية. وبدي أذكر كلمة واحدة، أنه هذا الانفجار انفجر بأرض مملوكة من الدولة، تحت مراقبة الدولة، تحت موظفين الدولة، يعني 99.99 المسؤولية واضحة جداً وين موجودة، ما لازم نتخبى وراء أصبعنا، ونحن طبعاً. نكون أول ناس عم نحط أصابيع الاتهام أكيد على الدولة، بلشوا على الدولة، وما مفروض روح أبعد من هيك، لأنه ما إنه شيء سر إنه هذه أرض البور مملوكة من الدولة بمراقبة الدولة بأجهزة الدولة، وهذا شيء كارثي جدا. بنعرف نحن اليوم كتجار كصناعية وقت منفوت أشي على البور كيف بندرس وبتلاحق، كيف ممكن يكون عنبر مثل هيدا مش عارفين لحد اليوم شو كان فيه وكيف انفجر وشو عمل بهالبيوت. وعم بقولها من كل قلبي كلبناني، وبظن كل لبناني بالعالم شاهد شو صار، كان عنده دموع وكان عنده دم، وما في حدا ما تأذى بهالانفجار، فما بقدر كفي احكي بلا ما احكي فيها. عم تحكيني على الحالة الاقتصادية ست غيدا، مني هي يعني منه سر انه لبنان عم بيمر من اصعب فترات من تاريخه الاقتصادي الاجتماعي المالي النقدي، يعني كل المشاكل وصلوا سوا وواصلين على مشكلة أكبر من هيك، اللي هو رفع الدعم. ورفع الدعم إنه منه خيار، لأنه إذا خلينا الدعم مشكلة، وإذا زلناه مشكلة تانية. أول شيء إذا خلينا الدعم كون عم نخلي نهائيا كل المخزون اللي عنا إياه بالعملات الصعبة، هذا يعني لبنان خلص فقر نهائيا. ومنعرف إنه بنهاية حتى لو في مخزون نعرف إنه له نهاية، يعني اليوم عم بنحكى إنه شهر أو اثنين أو ستة أو ثمانية، ما الموضوع قديش بالنهاية اللي عنا إياه كمخزون بالعملات الأجنبية هيخلص. هذا يعني إنه الدعم اللي موجود على الأسس السلع الأساسية الكليتي راح ينتهي، وعم بحكي البنزين الأدوية والخبز. يعني هيدا يعني أنه بالنهاية بعد مدة لسوء الحظ عنوصل عم تزيد ثلاثة أو أربع أضعاف أسعار وكلفة هالسلع. بالنهاية إذا كفى الدعم منكون نحن من نفس الوقت منعرف أن قسم كبير من هالدعم عم بيروح برات الحدود اللبنانية، وهذا كارثة. يعني عويد أنه حتى اللبنانيين يكونوا عم يستفيدوا منها قدام عيون الدولة، وتعي وقف الدعم من نفس الوقت عم تروح إلى أملة موقوتة اجتماعية. يعني نحن بمأزق كتير كبير وما عنا الإلية ولا عنا إذا بدك القدرة نقدر نكفي هالدعم. هلأ شو الحل؟ لأنه هيدا ما بدي بس نبكي على الأطلال. الحل الوحيد هو دعم يجي من البلدين المانحة الدولية. انا عارف انه نحن لبنان، بقول لبنان فقد الثقه، ولا ممكن يكون في بلد او موجود يجي يدعم لبنان ماديا على كل حال، لانه بيعرف انه 99% من الاموال راح تروح مثل ما راحت اموال بيريز واحد واثنين وثلاثه وستوكهولم وكل على جيب المسؤولين. هيك انا عم ناشد انه نحن لا يجوز انه الشعب اللبناني يدفع ثمن فشل الفساد والسياسيين. يعني نحن اليوم بفهم من حد ضغوطات على السياسيين وعم نطالب بضغوطات، وهلأ بحكي عنهم، لكن ما مفروض أنه الشعب يكون يدفع الثمن. يعني اليوم طالب الدول المنحة يدعموا لبنان بالأدوية بالقمح بالبنزين مباشرة للشعب، مباشرة عبر الشركات مش عبر الدولة. وأنا أقول إذا عبر الدولة بنعرف أنه رح يتم سرقتهم، لكن ما فينا نخلي هالشعب اللبناني رهيني هالسلطة. وبرجع بقلك نحن رهيني اليوم، نحن اللبنانيين، كل لبناني موجود بلبنان أو بالعالم هو رهيني سلطة فاسدة اللي قلت 30 سنة، اللي دمرت لبنان وعم ذكر دمرت بيوته 15 سنة حرب، ورجع دمرته 30 سنة اقتصاديا اجتماعيا. بس لازم المجتمع الدولي يعرف هالشي وما يخلينا ندفع ثمن بعد أكثر من اللي عم ندفعه، هاللي هو ثمن الأبرياء اللي دفعوه بالدم وبالدموع واليوم بالأموال وغيرها. اليوم شو الحال؟ نحن إذا نبلش نحكي بالإصلاحات، اليوم أول شغلة نحن قطاع الأعمال، إذا شخص شرى شركة أو فلست شركة ونرجع حتى أجريا، أول شغلة بتعملي رئيس الشركة ومجلس إدارة بتشيليون. إذا هن كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين ما فيك ترجع تعملي إعادة هيكلية أي شركة، حتى شو بدي أقول لك، يعني دكان صغير اللي تحت بيوتنا إذا تعملي له إعادة هيكلية بدك تغيري يا أصحابه يا اللي كان منظمه. إذا وصل على الإفلاس لبنان، وصل على الإفلاس اليوم هالطبقة نتحرك وما حدا نتحرك عن كرستو. هل طبقة سياسية وصلت لبنان على الأساس على المعرفة أو على الجهل؟ هتلا ما نفوت عن معرفة وصلت على الإفلاس، يعني ما إنه شيء. بالنهاية بسبعة أزار رئيس الوزراء أعلن رسميا التعسر المالي وعدم قدرة لبنان تدفع متطلباتها على اليوروبوند، يعني رسميا هو الإفلاس. طب كتير منيح، طب نحن اليوم عم نحكي بإصلاحات، عم نحكي إعادة هيكلية، عم نحكي بدعم. طب هل ممكن نفس الطبقة السياسية مين ما كانت حتى لو أنا كنت منها هي ذاتها حدا يكون يوثق فيها ترجع هي تعمل إعادة هيكلية وتعمير؟ يعني ولا بلكي هن بذاتهم حتى لو بيقولوها ما عندهم ثقة بنفسهم. كثير منيح. طيب اليوم نحن ممكن لنجي نقول بدنا نغير الطبقة،
يعني طب هني أوليك معقول يحسوا ويزيحوا ولا ممكن؟ لأنه بدون يحموا حالهم. أنا ما بعرف كيف بيحطوا رأسهم على المخدة بالليل، كيف فيهم يناموا، هيدي ما بعرف كيف بيعملوها. أنا بطمنك أنه أكثر من مرتاحين، لكن الحل الوحيد وأول حجرة للإصلاح هو ينحط إذا بدك عقوبات دولية على كل ما يسمى الباب politically exposed people، هل توافدوا بآخر 30 سنة بلبنان. لأنه إذا ما حطيت عقوبات يعني هتخليهم هن يعني البدوني وعندهم السلطة المالية. نحن اليوم نعرفين أنه كل أساسيين بلبنان ظهروا مصريتهم بلبنان من سنين. طيب إذا اليوم ما حطيت لهم اليوم ضغط مالي على أموال، تعرف شو رح يصير ستنا لسوء الحظ؟ يرجعوا هن زيتهم يجيبوا قصهم من هالأموال، من أموال الفاسدة اللي هن أموال اللبنانيين وأموال الفساد وتمويل الإرهاب وغيرها، عايزوا ليشروا باقي البلد. يعني هن زيتهم رح يشروا ما تبقى من مؤسسات الدولة أو من مؤسساتنا، ورح نترجيهم يغرقوا بتراب المصاري. يعني اليوم إذا ما حطيت ضغط مالي دولي على اللبنانيين مثل ما صار بغير بلدين ما بدي سميهم، هن زيتهم يرجعوا ويشروا مؤسسات الدولة، الكهرباء، التليكوم، البور، المطار، وحتى مؤسسات قطاع الخاص بتراب المصاري اللي يكون نحن عم نترجيهم ونتشكرهم. إذا ما حطيت عقوبات دولية ستغيدة نفس السلطة السياسية ترجع هي نفسها تمول انتخاباتها بربع الحق، لأنه برجع بقول كل دولار بتجيبين من الخارج قيمته 10 مرات لسوء الحظ، أي مولوا انتخاباتهم وأي مولوا. هتقولي لي تم الشعب انطفت، بس الشعب بده يأكل ويشرب، يوم بيأكل يشرب لسوء الحظ. نعرف أنه كل انتخابات العالم متمولة، مزبوط أو لا؟ فإذا ما نحط عقوبات دولية برجع بقول لنقدر نحد بالمسؤولين بالانهيار الاقتصادي والاجتماعي، لنقدر نظهرهم من ما يسمى الكونفورت زون تبعهم، يعني يقدروا هن يظهروا من الارتياح اللي عندهم اياه، لانه بتشوف الشعب اللبناني جوعان وتعبان وسياسيين عندهم ارتياح تام، يعني اكثر من حاسين بحدا. مزبوط. فنحن برجع بقول وهذا مطالبه دوليه، نحن بالامم المتحده، نحن شعب، يعني نحن لا ما معقول نكون. لكن نفس الوقت بحط علامة استفهام مثل ما منشوف شو عم بيصير اليوم بالشعب السوري كمان شيء لا يقبل، أو بالشعب الأرمني اليوم، ويعني عم نشوف إنه اليوم الدول العالم ودول ما عم تتحرك، فهذا كمان بخلينا نحن بنفقد الثقة إنه طيب نحن لسوء الحظ بنقدر ندفع بعد ثمن أكثر وما حدا يقدر يطلع فينا. فعم أقول لك ستنا عم بعطيك المشكلة، لكن نفس الوقت عم أقول لك الحل، والحل ما بيقدر يجي إلا بدعم دولي. نحن بالداخل بتقول على صوت عالي ما رح نتجه إلى مواجهة، ما مفروض نتجه إلى حرب أهلية، ولا ممكن ولا بحياتنا. نحن بدنا نركض بعد، نحن بلد فيه 18 طائفة، بدنا نكون 18 طائفة، ولا رح نصير 19 ولا 17. هيدا هو لبنان، هيدا جمال لبنان، هيدا انفراد لبنان. لكن نفس الوقت ما حدا من الكل بيدغي على تاني، ما حدا بيلغي تاني ولا واحد بيعطي رأيه على تاني. نحن بلد ديمقراطي، منروح إلى التصويت، منروح نحكي في مؤسسات للدولة لازم نحترمها، في مجلس نواب بيمثل الشعب، في السلطة التنفيذية اللي بترائب ومفروض يكون في محاسبة فعنا نحن مؤسسات هتلا نبلش نطبقهم ستنا، وعندنا نقول هالكلام على صوت عالي طالما عنا لبنانيين بالخارج، كل ما نحن موجودين لن ولن نستسلم. لكن ما عم نتعذب؟ أكيد عم نتعذب، عم نتعذب كل بديع. أكيد. وهون كمان فؤاد شغلة كتير أساسية اللي هي مثل ما عم تقول الضغط الدولي هو الأساسي. يعني لما هون عم نقول إنه كلها سياسيين، يعني اللي هربوا مصرياتهم خارج لبنان وبالمليارات هربون، وللأسف الشديد الشعب اللبناني جنى عمره راح بالمصارف، الشعب اللبناني اللي اشتغل برا بالخليج بأفريقيا وين ما كان كمان جمع جنى عمره وحطه بالمصارف اللبنانية كمان. أخذوا له إياهن وبعضهم لهلأ محاصرينهم إياهن وهن مهربين مصرياتهم وعايشين على مهلهم، ولما عم بيطلع شوية أسامي بالعقوبات دغري فجأة بيصيروا بيتحولوا بكل السياسات تبعولهم لحتى لا يحافظوا على الأشخاص تبعولهم أنه لا ممنوع حدا يعملهم عقوبات. طب هيدي الفكرة أنه هالضغط الدولي كيف بدنا فعلا نشتغل عليه لحتى يقدر فعلا يصير على الأرض واقع ويمشي على الكل، ومثل ما قلنا من الأول كلهم يعني كلهم يعني كلهم يعني كلهم فعلا. شوفي ستنا بالنسبة للعقوبات الدولية لهم إذا بدك في أساس معين، والعقوبات الدولية اللي ممكن تقدر تتنفذ بلبنان هو ما يسمى الماجنيستيك أكت. الماجنيستيك أكت هو قانون انعمل بأيام أوباما بسنة 2012 إذا ماني غلطان، من وراء الصحافي أو المحامي الروسي اللي كان وتوفى بالسجون الروسية، ومن وراء انعمل هالأكت بيقول أنه اليوم أي بلد أو أي شخص بيقدر يتعدى على شعبه
مباشرة، لو كان بالفساد أو كان بالإرهاب أو كان بالقمح وغيره، بحق لهم الولايات المتحدة اللي دولة العظمى اللي لقطة الاقتصاد العالم تقدر تحط وتنفذ عقوبات مباشر عليهم أو ما ينفذ هالقمع وغيره. فهيدا اليوم لا يقدر يتنفذ بلبنان، لازم يكون في إذا بدك ملفات جاهزة عم تتلاحق، وهيدا لسوء الحظ بياخد وقت. يعني بتعرف الولايات المتحدة أكيد بلد سياسي وغيره، لكن نفس الوقت ديمقراطي، يعني حتى هن من ضمنهم لازم يكون في انتخابات، فهالملفات تحضيرهم بياخد كتير وقت. هيدا اللي عرفناه، بيعرفوا إنه في أسامي موجودة، لكن بدنا نكون لسوء في صبر كتير كبير. العقوبات إذا بتروح من أوروبا، وشفنا اللي كان عم بيشير إليهم الرئيس ماكرون، كمان بدك تفوتي إلى تحقيقات مالية، بتراقي بتشوف، وبتعرفي السياسيين بلبنان شاطرين، يعني ما حدا بيحاول بطريقة هينة، يعني في أرقام وفي شركات وفي غيره. لكن ليه بقول لك العقوبات؟ لأن العقوبات هن مش شاطرين لأنه رفضوا من العقاب بالمحل اللي بيوجع. أول شيء ستنا الأشخاص عملوا مصاري بالفساد، عملوا مصاري بطريقة هينة، بس هلي أكيد ما بيعرفوا يعملوا مصاري. هيدا يعني انه اذا الحجر المصريات ان ضرب كبير، لانه بتشيلون كل شيء عندهم، يعني عم بتراجعيهم على العصرهم الاساسي. مش هيك عم بقول لك هيدي مهمه. اليوم رجل اعمال وقت بيخسر مصاري بيعرف يرجع يعملهم، لانه عرف يعملهم اول مره بيعملهم مره ثانيه ومره ثالثه، لانه عنده سر النجاح، عنده سر المسابره. السياسيين اللي هن بالعالم اذا كانوا فاسدين او كانوا هدروا اموال الشعب ما بيعرفوا يعملون الا بالهدر والفساد. فاليوم اذا حطيت عقوبات ونفس الوقت حطيت اليوم الدول العالمية عم تجي تراقب إعادة هيكلية لبنان واقتصاد لبنان، هون منكون نحن بلشنا نكون على الخط. مش إن هيك نحن وقت منطالب بصندوق النقد الدولي، مش محبة فيه الصندوق النقد، عنده طريقة اقتصادية بركي نحن ما بنتلاقى معه، وأنه حسب اقتصاد لبنان، لكن نحن بدنا إياهم، لأنه المراقبة اللي بتصير على صندوق النقد الدولي بتساعدنا إلى إعادة الهيكلية اللي نحن عم نحلم فيها. فوصلنا إلى حادثتنا وين ما عندنا ثقة بقى ابدا ولا بقانون لبنان ولا بمنفذ الشرعيه اللبنانيه. مشان هيك عم نطالب كشعب لبناني مساعده الدول الخارج لهالبلد اللي هو نموذج عيش مشترك، نموذج العيش المشترك الحقيقي اللي نحن عم نعيشه واللي عم نحكيه. هذا هو العيش المشترك اللي عم نحكيه. الحاله منا هينه، نحن عم نحكي بتفاؤل، ثقه عنا اياها بعد مره وعندنا موجوده فينا. برجع بقول لك أنا من الشباب اللي اختاروا يضلون بلبنان، يستثمروا بلبنان، يربوا عيالهم بلبنان، وبعدني موجود. بس أكيد عم نتعذب ستنا، عم نتعذب، ومش بس نتعذب، يعني بنتعذب وقتها بنشوف كمان غيرنا عم يتعذب أكثر وأكثر. نسبة العيش بلبنان عم تتراجع، يعني بس بدي أعطيك شوية أرقام. اليوم نسبة العيش بلبنان تراجعت، يعني بس المدخول اللبناني تراجعت بضربة واحدة 75% من مدخوله إذا بعد في مدخول. يعني عندك نحن قسم كبير من الموظفين عم بيقبضوا نص معاش، هيدي لو ما ظهروا من اشغالهم، واللي بعده عم بيقبض معاش عم بيقبض قيمتهم 75% من قيمتها. هلا بنفس الوقت كلفه العيش انت بتعرفي بلبنان 80% من منتوجنا هو ما يصدر الى لبنان، نحن ما بنصنع، وحتى الصناعه اللي 20% من اقتصادنا بدها مواد اوليه بدها تجي من الخارج. هيدا يعني الكلفه لاي سلعه بلبنان زادت 3 أضعاف على القليلة، 3 أضعاف أو 4 أو 5 أضعاف. يعني تصوري أنت هالشعب وين كلفة عيشه زادت 5 مرات، يعني ومدخوله زاد ثلثين، يعني ناقص ثلثين. يعني تصوري أنت هالكارثة والأزمة الكارثية وقديه بيقدر يتحمل هالشعب. وهيدا اللي بيخوفنا، لأنه هيدا نحن إذا ما لقينا حل عم نروح إلى سرقات، عم نروح إلى إجرام. يعني صار أي شخص بيقدر يكون سارق، أي شخص بيكون مجرم ليطعمي عائلته. فهيدا اللي بيخوف. وبرجع بقول لك ستنا وبناشد عبر الشانل سبعوليك انه كل السلطات وكل واحد عم يسمعنا نعمل لوبي، لانه لا يجوز نحط ضغط على الشعب اللبناني اللي اول شيء ما بتحمل ومش مسؤوليته. الضغط لازم يكون على السياسيين اللي وصلونا لهالشيء، وبتمنى ما يكون ضغط على سين من عبر الشعب، ينعمل مباشره. قلت لك على العقوبات اللي نحن عم نطلبها. وهون كمان بالنسبة لموضوع المغترب اللبناني، يعني المغترب اللبناني اللي هو بشكل 3 أو 4 أضعاف تقريبا الشعب اللبناني كمان اللي عايش بقلب لبنان، كمان هذا المغترب اللبناني يعني إن كان كمان أوقات مصرياته صارت محجوزة بلبنان، وحتى بنفس الوقت كمان صار ما عنده ثقة بلبنان، وبنفس الوقت صار أوقات مثل ما قلت للأسف الشديد الشعب اللبناني هو اللي عم يدفع ثمن عدم ثقة الناس ولا حدا، يعني إن كان لا دول ولا حتى مغترب لبناني نفسه بدولة تبعيته. لسبب كمان هون عم نقول انه حتى الشخص اللي برا ما بقى قادر يحس حاله قادر عم بيساعد لبنان، وما بقى قادر يرجع على لبنان، وعم يزعلوا كل هالاشخاص انه كل الناس الطاقات البشريه بتخلص جامعتها بتخلص مدرستها يمكن بضبوا شنطتهم وبيفلوا بيظهروا بيحملوا حالهم بيفلوا بيتركوا لبنان.
هون كمان كل هالامور وكل هالمعضله اللي عم نعيشها كمان هيدي القصه يعني عم بتخلي للواحد يفكر انه طب ما بيصير هيدا الشيء واخرته وبعدين في بعد في ضوء باخر هالنفق يعني عرفت غدا اليوم المغترب اللبناني وقت عم يشوف شو عم بيصير بلبنان عم بيتذكر على قسم من الاسباب اللي خلوه يترك البلد لانه اليوم ما في مغترب لبناني ما ترك لبنان لاسباب يعني ما حدا ترك لبنان للسياحه كل واحد ترك لبنان لانه ما ضيع الفرص او كان عنده ازمه اجتماعيه او ازمه اقتصاديه او أزمة أمنية. او هرب او هرب من الحرب او هرب من عرض الحروب حتى لو برجع من 100 سنه اللي هو اول موجه من الاغتراب اللبناني كان عم بيهربوا من الجوع والحرب العالميه الاولى وبعدين الحرب العالميه الثانيه و58 وغيرها يعني كل ال إذا بدك الموجات اللبنانية اللي اختربوا كانوا عم بيهربوا من مشاكل معينة موجودة بلبنان اليوم اللي عم يعيشوا هن كل هالموجات مجتمعة عم نحكي حرب اقتصادية عم نحكي حرب اجتماعية عم نحكي حرب إقليمية عم نحكي مشاكل اجتماعية عم نحكي مشاكل نقدية كل هالمشاكل نحطه كلهم سوا وفوق منه وهي أول مرة نوصل على ما يسمى الكابيتال كنترول وهيدي كتير كبيرة وهيدي أول مرة من تاريخ لبنان وهيدي منا شيء بسيطة الناس ما رح ينسوا المغترب اللبناني اللي أكيد وبدي أذكر مغترب اللبناني 20% من اقتصاد لبنان مبني على التحويلات اللي بيجوا من الخارج بين 6 و8 مليار نحن اليوم عم نشحد وبدي اعتذر اقول هالكلمه عم نتسول من المجتمع الدولي من صندوق النقد مليارين او 3 و4 ونحن كان يجينا من اخوتنا وقرايبينا 6 و8 مليار راحوا ستنا وهاللي بخوف مش انه بس راحوا يعني اليوم المغترب ما بحيته بيحول سند الى لبنان لكن مشكلته هو اولاده ما راح يحول واولاده اولاده راح يربوا على نفس الهلع وهذا اللي بخوف ونحن برجع بقول وقت بنخسر هالتحويلات اللي كانوا عم بيكونوا يعني نحن اساس لبنان واقتصاده انتهى وهذا اللي بخوف جدا يعني اليوم مش بس هالمغترب اللبناني طعناه وقت هربناه وظهر من بلده ورجعنا طعناه هو بالاغتراب وحجزنا له امواله وبرجع بقول الاموال منه محجوزه بالمصارف وبدي اقول مش لانه انا عم دافع على المصارف الاموال محجوزه بالدوله والدوله اللي اخذت المصارف والدوله اللي سرقتهم هلا بتقولي لي ايه المصارف اخذوا وحطوهم بس كمان كان في لعبه معينه اكيد لهم مسؤوليه لكن المسؤوليه اكبر هي على الدوله وعلى السياسيين هن اللي اخذوا المصريات وهن اللي صرفوا المصريات وهيدي بدي اقولها على صوت عالي المصرف وسيط وما وبرجع بقول ما عم دافع عنه ولا بدي انا ماني مصرفي وانا اكلها مثل غيري لكن بنحط نقاط على الحروف ما بنروح بنكسر نحن المصارف لكن بنكسر الوزارات ما بنكسر بيوت المصرفين بنكسر بيوت السياسيين هيدي الاساس هيدي الحقيقه مزبوط طب هون لحتى يعني مثل ما قلت انت فؤاد شغل الاساسيه مثل ما قلت هالثلاث اربع اضعاف من اللبنانيين اللي تركوا لبنان ما حدا منهم ترك لبنان طوعا تركوا كلهم لحتى يتهجروا للاسف قصرا بسبب ظروف امنيه او اقتصاديه او سياسيه أو غيرها لأنه واحدا بيترك بلد مثل لبنان هو جني على الأرض فعلا وبيروح بس لحتى يعيش برا لأنه جعبله يعيش برا بس هون بدي أختم جرب معك على هيك نفق هيك في بنهايته ضوء أمل لحتى ما نختم على صعيد هالقد هيك صعب يعني إذا في واحد يقول شوي نرجع نفرجيهم أنه في هالضوء بآخر هالنفق شو بنقول لهم هلا بالختام شوفي ستنا ليكي بتقولي لي في ضوء اكيد في ضوء بالنفع انا ماني خايف على لبنان برجع بقول هيدي يقولوا انه لبنان من محا ولا ممكن لبنان عدال ولبنان عايزين وعلى كل شيء لكن العذاب رح يكون موجود يعني بدنا نكون نحن واقعيين العذاب اللي موجود رح يطول منا كلمة بتتم يعني أكيد نحن كلنا مؤمنين وكلنا نتمنى وكلنا عنا هالصبر لكن الأيام الجاية رح يكونوا صعبة رح يكونوا صعبين جدا غيدا لكل اللبنانيين وكل الاختراب يعني الاختراب اللي بالمغترب ما بيتعذب أكثر وقت واحد أبعد يعني بيشوف القصة أكبر بكتير وعنده أهله عنده أصدقائه لكن نفس الوقت بركي الشغلة الوحيدة الإيجابية إنه اليوم نعرف الدوليا وين المشكلة عتقولين لكن كل واحد اللي بده يقوله يتخبى وراء اصبعه كل واحد نخاف نقول مين وكيف ومين بيعطل ومين ما بيعطل ومين بيشكل يعني كل هالكلمات نحن كانوا داخليا لكن السلطات الدولية ولا كانوا بيعرفوها ولا بدهم يعرفوها هلا ممكن يكون في بعض السياسيين اليوم بتما بقول وقعوا القمع بين مين هون مين مش هون وما بدي اسمي بقول لك على طريق الواضح طب هيدي اليوم في ضغوطات نحن بنعرف انه ازمتنا الداخليه ما راح تنحل الا تنحل ازمتنا الاقليميه في ازمه كثيره اقليميه يعني اليوم عم نحكي تركيا عم نحكي ايران عم نحكي السعوديه عم نحكي اليوم على بلدان عم نحكي مصر عم نحكي على البلدان الكبيره تبع المنطقه نفس الوقت في صراع امريكاني روسي وغيره وصيني كثير كبير فنحن موجودين بالصراعات لكن بنفس الوقت عندنا مشاكلنا الداخليه فبقلك ستنا اكيد لبنان رح يقوم من هالمشكله بس اللي اهم شيء انا ماني خايف ما يقوم انا بدي يقوم لكن بدنا نرجع نعمره على اسس المتينه ما بدنا نعمره نفس المشكله وهيدي عم بقول نحن تدمر البور اكيد رجع يتعمر البور بس بدنا نرجع نعمر البور على الاقتصاد الابيض نحن هاللي انفجر بالبور هو الاقتصاد الاسود وهيدا اللي ما بدنا اياه
نحن بدنا نرجع نعمر لبنان لهالمره على الاسس المتينه والحقيقيه، مش الاسس الوهميه هاللي انبنى فيه لبنان وتدهرنا من الحرب. لانه اليوم السلام هاللي صار بلبنان كان سلام وهمي، اعاده اعمار لبنان كان وهميه، والاتفاق اللي صار على لبنان هو وهمي. نحن اليوم كلبنانيين، وانا رسالتي لكل الشباب اللي موجودين بالجامعات، هو نرجع نعمر لبنان مثل ما نحن بدنا اياه، واقتصاده الحر الحقيقي، مش كمان اقتصاد ريعي مثل ما كان. يعني برجع بقول لك كان في مشاكل كثير كبيره صارت، فبقول لك لا اكيد انا متفائل على المدى المتوسط والبعيد، متشائم لسوء الحظ لانه لازم نكون واقعيين على المدى القصير، لكن نحن الصبر والمرونة هو أساس كل لبناني الموجود. برجع بقول لك لم ولن نستسلم، وعندنا نقول على صوت عالي هاللي بنفكره من كل قلبنا. ابدا، هيدا الشيء فعلا بيميز كل لبناني، لانه فعلا اللبناني معروف بقديش عنده هالريزيلينس وقديش عنده هالقوه وقدره على التحمل، وكمان القوه المسابقه المسابقة حتى. أكيد أكيد عنده هالقوة يرجع يوقف على إجري لو كانت الظروف أصعب الظروف، وهذا الشيء اللي رح يصير إن شاء الله. بس مثل ما قلنا بدنا شوي نصبر، لأنه للأسف الشديد الظروف اللي حاليا مارقة فيها لبنان كتير 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 صعبة. بس على أمل يا رب مثل ما قلت هل المستقبل الكبير اللي شايفينه مع شبابنا إن شاء الله رح يرجعوا يعملوا لبنان أفضل وأبيض وأحلى، وهذا الشيء اللي بنتمله، وهذا الشيء اللي بدنا نرجع له، لأنه إن شاء الله رجعين قريبا إلى لبنان، لأنه مشتاقين له ومنحبه ومنعشقه لهالوطن. واكيد نحن فخورين فيك فؤاد، انت الشخص اللي بعدك بلبنان وكل الاشخاص اللي بقيوا، ان شاء الله يا رب نقدر نجتمع قريبا. شكرا كثير لك دكتور فؤاد. بتشكركم جميعا، يعطيك الف عافيه اللي عم تعمليه غيدا، وبدل رجع بقول لك انت من هالمغتربين اللي بفتخر فيهم، وهيدا اللي بيخلي امل بلبنان. شكرا. انا بعدني ما بعتبر حالي مغتربه، انا بعدني بعتبر حالي لبنانيه عايشه بلبنان، لانه صار لي سنه بس هون، بس عارفه حالي راجعه ان شاء الله قريبا. يا رب على كل الاحوال بس لشوي هيك تحلحل الامور، اكيد انا راجعه، وان شاء الله يا رب مثل ما قلت صوتنا بضل بيوصل وين ما كنا موجودين، على اي بقعه من بقاع الارض لبناني بضل طالع صوته وين ما كان، وان شاء الله بضل بيوصل صوته بالشكل الافضل، وان شاء الله منعلق مشانق كل المسؤولين، هذا اهم شيء، ونفش خلقنا. ما منعلق مشانق، بدنا نرجع نعمر هالبلد، بدنا نكون متفائل، وما شغلتنا نحن نعلق مشانق، نحن بالعكس نحن بدنا نشتغل بكل قلب مفتوح، وبرجع بقول بهدف واضح اللي هو هالبلد لاولادنا. شكرا لك. ان شاء الله، شكرا كثير لك فؤاد، ويعطيك الف عافيه. أكيد شكرا. لحتى تحضروا هاللقاء مع دكتور فؤاد زمخل، رئيس تجمع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيات واللبنانيين بالعالم، وأيضا عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة القديس يوسف، فيكم تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل تبعيتي غيدا مجذوب، وأنا بشوفكم بلقاء جديد.